افتتاح مهرجان للأطفال وأبناء الشهداء بمشاركة عدة فعاليات في مدينتي نبل والزهراء بالتنسيق مع مكتب الشهيد. وبمناسبة شهر رمضان المبارك أقيم مهرجان ترفيهي للأطفال وأبناء الشهداء، تضمن ألعاب عديدة ومسابقات رياضية بهدف رسم الفرحة على وجوههم وتعويضهم عن بعض ما مروا به من سنين حرمان وحصار بسبب المجموعات الإرهابية. قمنا بافتتاح مهرجان ألعاب أطفال ومسابقات، والغاية منه رسم الفرحة وإضفاء البهجة والسرور على قلب وشفاه الأطفال أبناء الشهداء الذين ضحوا من أجلنا، وبفضلهم نحن ننعم بالأمان. وعهدا علينا من أجل هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجلنا أننا سنبقى نبذل كل جهدنا من أجل إسعاد أبنائهم. قامت مجموعة من الفعاليات الثقافية في مدينتي نبل والزهراء بمجموعة من المسابقات، وذلك لرسم البسمة على شفاه أطفال الشهداء بعدما عانوه خلال الفترة السابقة من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وقد شارك عدد كبير من الأطفال في هذه الألعاب. فرحة كبيرة رسمت على وجوه الأطفال الذين شاركوا بالمهرجان، حيث عبروا عن سعادتهم وامتنانهم لكل من عمل وساهم في تجهيز هذا الحفل. نحن اليوم كتير مبسوطين بالمهرجان لأني كتير عبر عن شغلات، وكتير أنه الأطفال اليتامى مثلا كتير انبسطوا، وبتمنى دوم هيك. ويعني حتى انبسطنا أنه وقت شفنا رفقاتنا، وأنه خصوصي بعد خلصنا المدرسة صرنا زمان ما شفنا بعض وانبسطنا. هلأ أنا اليوم جيت على هذا المهرجان كان فيه كتير ألعاب ومسابقات، أنا شاركت بالمسابقات وفزنا أنا ورفقاتي. أنا ابن شهيد جيت شاركت بهذا المهرجان فيه مسابقات وألعاب كتير، ونحن انبسطنا كتير ونشكر كل اللي اجا وساهم بهذا العمل. اليوم رح كتير مبسوطين بهذا المهرجان لأني عن جد كان كتير حلو، ورحنا شاركنا بكل ألعاب، في ألعاب كتيرة وكتير إنه ساهموا الله يعطينا العافية. العديد من الشبان تقدموا طوعا للمشاركة بهذا المهرجان للإشراف على الأطفال من أجل أن تسود المحبة والإلفة بينهم في ظل ما تواجهه سوريا من حرب هدفها التأثير على عقولهم. من دبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.